زينب، وأكيد نحن متابعين بتغطيتنا الدائمة لمعرض الكتاب بدورته 31، وتحديدا خلينا نروح لجناح الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة يلي عم تشهد يوميا أنشطة توقيع كتب. اليوم رح نروح لكتاب هو تقاليد الفقراء، تأليف بغوص سنابيان وترجمة الدكتورة نورة أريسيان. نرحب بالدكتورة نورة، أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. صباح الخير، صباح الياسمين، صباح الكتاب، صباح الكلمة. يسعد صباحك دكتورة. يعني تقاليد الفقراء هي مجموعة قصصية عم تلامس المعاناة اللي طالت الأرمن ب 135 صفحة تقريبا. قديه اليوم مهم مشاركتك أول شيء بمعرض الكتاب، وخاصة أنه حتى نقول يعني معاناة الأرمن هي الملحمة، وحتى وجودهم اليوم بسوريا وهيك الوفاء لقضيتهم والوفاء للبلد اللي احتضنتهم، قديه مهم وجودكم اليوم بمعرض الكتاب؟ الحقيقة طبعا أنا أعتز بأنه كتابي اللي هو عبارة عن مجموعة قصصية وجزء من الأدب الأرمني المعاصر يعني نشر أو صدر عن الهيئة السورية العامة للكتاب لوزارة الثقافة، أنا أعتز بذلك. الاعتزاز الثاني حقيقة أني شاركت بتوقيع الكتاب خلال فترة معرض الكتاب، مهم جدا. أولا يعني بالإضافة إلى كوني اختصاصية بالتاريخ الحديث، يعني استخدمت الجزء الآخر اللي هو المترجمة، يعني استخدمت وسيلة الترجمة لنقل هذه الثقافة التي تحدثت عنها، لنقل معاناة شعب أو تاريخ شعب اليوم جمهورية أرمينيا اليوم تحتفل باستقلالها حقيقة، وتحية لجمهورية أرمينيا الصديقة اللي وقفت بمواقف قوية جدا مع الجمهورية العربية السورية خلال الحرب. لذلك مهم جدا عملية الترجمة. الترجمة هي حوار ثقافات، حوار تلاقي الثقافات، تلاقي الحضارات. يعني أنا شعرت بأنه دوري أيضا التجاسر بين الثقافتين، بين الأدبين. لذلك يعني اخترت هذه المجموعة القصصية من الأدب الأرمني المعاصر للكاتب البارز جدا في هذا المجال بغوث سنابيان. نعم دكتورة، رح نحكي أكثر عن تفاصيل السلسلة القصصية الموجودة داخل كتاب تقاليد الفقراء، ولكن خلينا هيك نتعرف كيف بتتم عملية الترجمة، كيف اخترتي يمكن هي المجموعة، قد استغرقتي وقت؟ يمكن في كتير تفاصيل أنه أوكي منقرأ تأليف منقرأ ترجمة، ولكن يمكن ما منعيش هي التفاصيل مع المترجمة. حلو هذا السؤال، لأنه الكتاب يصل إلى القارئ مثل ما تفضلتي، لكن القارئ يعني أحيانا لا يستوعب المراحل التي مرت بها لكي يعني تخرج بهذا المشهد الجميل، الكلمات والورق إلى آخره. عملية الاختيار بالنسبة لي يعني أنا أصريت أن تكون الترجمة هذه المرة عن الأدب الأرمني المعاصر، لا سيما يعني اللي بيعرف أنه في أدب أرمني في الشتات غربي، الأدب الأرمني الغربي والشرق. يعني حاولت أيضا أن أطلع القارئ العربي على هذا الأدب الأرمني الذي يلامس نوعا ما البلاد العربية، الوطن العربي مثل ما تفضلت الزميلة أيضا، يعني يلامس الأرمن الذين عاشوا في هذه المنطقة. لذلك هذه المرة كان اختياري بهذا الاتجاه، وخصيت بهذه المجموعة لأنها تلامس المعاناة أو تلامس يعني تفاصيل الحياة العادية التي عاشها الأرمن في لبنان والمنطقة. وبغوث سنابيان معروف جدا في هذا الموضوع، كان رئيس تحرير وكاتب يعني واقعي جدا، واختار مواضيعه تفاصيل صغيرة بحياة اجتماعية، عائلة، امرأة تزوجت من غني، عائلة فقيرة، يعني إلى آخره من تفاصيل المجتمع الأرمني ككافة المجتمعات التي تعيش في هذه المنطقة. نعم دكتورة، حضرتك باحثة أكاديمية ومترجمة عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الترجمة، أسهمت بالكتابة للموسوعة العربية، خلينا نقول عن عدد من أعلام الأدب الأرمني. خبرينا اليوم عن تقاليد الفقراء، ليش اسمه تقاليد الفقراء؟ منين اجى الاسم؟ شو المميز بهذا العمل؟ الحقيقة هو عنوان سلسلة كتب أو سلسلة مجموعات قصصية للكاتب بغوث سنابيان، لذلك نحن حافظنا على العنوان بنفسه يعني لكي يأخذ رونق أكثر.
ربما احيانا الكاتب يعني لم يصل الى الفقير بالمعنى المادي، انما ربما للفقير بالمعنى الروحاني او بمناحي اخرى. الكتاب عبارة عن 7 قصص، أنا اخترتها من سلسلة المجموعات القصصية اللي صدرت باللغة الأرمنية في لبنان. 7 قصص تلامس يعني المجتمع الأرمني، فترة الحرب يعني أنا قاربت فيها بما عانوه في فترة الحرب، بمعنى أنه المجتمع العائلة في إحدى القصص عن طالبة من عائلة فقيرة، يعني المعلم ساعدها لكي يعني تعتز بنفسها ولا يعني يروح المنحة للفقر وإلى المعاناة. يعني هذا نوع من التشجيع، نوع من القصص التي يعني ترفع من المستوى المعرفي أولا، وأيضا تلامس الواقع أيضا. نعم دكتورة، كنا من شوي عم نسمع تقرير سوا عن القراءة الإلكترونية وأم القراءة الورقية. يمكن هلأ رجع الكتاب من خلال المعرض ورجع يمكن يكون بين إيدين كثير من الناس، ولكن لازم يكون في عامل جذب لحتى صبايا وشباب يشتروا الكتاب أو لحتى أي حدا قارئ ياخذ هذا الكتاب. خلينا نحكي شو هو عناصر الجذب يلي بتقدر يمكن تفيد جميع الشرائح أنه يتناولوا كتاب تقاليد الفقراء. خلينا نبدأ من عندكم من الإعلام. يعني أنا أعتقد الإعلام اليوم له دور كبير في ترويج الكتاب، في ترويج عن الكاتب، عن المترجم، عن الشاعر، عن القصص أو عن يعني موضوع الكتب بحد ذاته. ويعني مشكورين جهدكم إعلاميا بهذا الموضوع في تغطية معرض الكتاب. هذا عامل جذب بالدرجة الأولى بالنسبة لي. الدرجة الثانية يعني خلينا نشوف نحن معاناة الكاتب، معاناة المترجم، يعني التعرفة المادية. يعني خلينا نشوف الأمور بمنحى آخر، بمنحى المادي. هل يا ترى الكاتب أو المترجم أو دور النشر حتى يعني راضية عن التكلفة المادية؟ إن كل هذه عناصر تساعد في إخراج الكتاب بصورة جميلة. أما القارئ يعني شريحة الشباب معنيون بالبداية يعني في الاطلاع. اليوم صحيح الكتب الإلكترونية متوفرة ربما باللغات الأجنبية أكثر من اللغة العربية، ربما يعني ما عندي أنا إحصاءات كاملة، لكن اليوم الشاب أو الطالب الجامعي أو أي شخص يعني بالغ يعني ينبغي أن يتوجه إلى الكتاب. أنا من وجهة نظري الورقي له معنى خاص، نكهة خاص، نكهة يعني ملامسة الورق، يعني طريقة الجلوس المختلفة غير السليمة ربما، كل هذه عناصر. طبعا العنصر الآخر هو الإدراك بأهمية المعرفة بمواكبة. يعني اليوم معرض الكتاب يحمل كما طلعت أنا خلال الأيام الماضية عناوين بارزة، يعني الشاب يجب أن ينطلق أو بتصور يعني اللي أجا على المعرض خلال الأيام صباحا ومساء يعني ربما لاحظ هذا الإقبال. يعني الإقبال أولا على الكتاب الصادر حديثا، يعني هذا أيضا أحد العناصر اللافتة. يعني ربما لا تلفت نظره الكتب التي نشرت قبل 10 سنوات أو 5 سنوات، اللافت النظر هو الكتاب الصادر حديثا، العناوين البارزة حديثا. نعم دكتورة، زرتي معرض الكتاب، طلعتي على الأجنحة المشاركة، بشدك شيء معين كل سنة؟ خلينا نحكي يعني كمهتمة بالقراءة، بشدك شيء كل سنة؟ نشاط معين في ناس بتتابعيهم إن كان كتاب عم بيوقعوا أو عندهم يمكن نشاط بالمعرض؟ طبعا يعني كأي قارئ نتابع الكتب الصادرة حديثا. حفلات التوقيع التي تمت خلال فترة المعرض أيضا عامل أساسي لشد الانتباه إعلاميا وشخصيا على المستوى الشخصي أيضا للاطلاع. معرض الكتاب بالإضافة إلى تواجد الكتب أو عملية البيع والشراء ربما هو ملتقى للكتاب، ملتقى للشعراء، ملتقى للمترجمين، وملتقى للقراء أيضا. لكن معرض الكتاب وزارة الثقافة يعني أبلت حسنا بتفعيل فعاليات أو نشاطات لها علاقة بالأفلام السينمائية، بالمعارض،
عرض الوثائق التاريخية الكتب النادرة الموجودة في المكتبة. كل هذه النشاطات يعني يجعل من المعرض مكان يرتاده الإنسان أو المواطن السوري. يعني أنا التقيت بأصدقائه من محافظات غير دمشق يعني للمشاركة في المعرض، فهو ربما نقول هو أولا مؤشر للنصر، مؤشر للنصر معرض الكتاب. هذا النشاط يعني تواجد هذا العدد الكبير من دور النشر يعني هو مؤشر للنصر، يعني لولا الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري لما يعني الكتاب عقد المعرض، لما تواجدت كل هذه الدور، لما أتى الطفل مع والدته ومع أسرته ليرى ما يعني ما صدر للطفل وللأسرة. حتى يمكن الأعداد يلي اجت تزور المعرض يمكن ضمن هي المساحة، ومثل ما ذكرتي التقاء القراء والتقاء الكتاب أيضا يمكن شيء بدل على انتصارات وشيء كتير مهم أنه هو موجود بوسط دمشق. دكتورة نورا نحن كتير نتشكرك وندعي كل العالم تحصل على نسخة تقاليد الفقراء. شكرا كتير لك، شرفتينا. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا، وأكيد بندعي كل اللي حابين يطلعوا أكثر عن تاريخ الأرمن يقروا كتاب تقاليد الفقراء. شكرا لك.